وللحديث عن زيارة رئيس الحكومة الحالية إلى تركيا، معنا من عمان الدكتورة هداب فالح الكوبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وقد ينضم إلينا لاحقا كذلك الدكتور أو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر. على أي حال أبدأ معك دكتورة هداب، يعني الوفد الحكومي يقول إن لديه عدة ملفات لمناقشتها في أنقرة ومنها الاقتصاد. باعتقادك ما هو الغرض الاقتصادي من الزيارة، لا سيما أن العراق يعاني من تفاقم في الأزمة الاقتصادية؟ دكتورة هداب، العراق يعاني تفضلي. من كثير من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحتى كذلك البيئية، لذلك يعني نلاحظ أن زيارة السيد الكاظمي رئيس وزراء العراق بهذا الشأن إلى تركيا كان هو من أجل مناقشة عدة ملفات، هذه الملفات تراوحت ما بين ملفات المياه، الطاقة، وكما ذكرتم في تقريركم الازدواج الضريبي، وأيضا هنالك يعني الأشياء الأخرى التي تخص الأمن والجوانب السياسية. طبعا يهم هنا في هذا الموضوع هو الجانب الاقتصادي، الجانب الاقتصادي أن تركيا بالتأكيد هي جارة إلى العراق، وبالتالي على العراق أن ينفتح على الدول الأخرى اللي هي الدول المجاورة له، وبالتالي أيضا هنالك بعض المشاكل أو بعض الأزمات التي تمثلت في الفترة السابقة ما بين العراق وتركيا لعدة أسباب، منها مثلا كانت أزمة المياه أو مسألة أخرى أرجع لها أيضا الزواج الضريبي، ولكن يبقى هنالك تبقى دائما نقطة مهمة هو مدى تفعيل هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال الزواج الضريبي كان هنالك في عام 2018 الحديث عنها، وبالتالي على الأساس تم الاتفاق عليها، ولكن نرى في 2020 لا زالوا لم يتخذوا قرار بها، وبالتالي عادوا لكي يتناقشوا بها. سأعود إليك دكتورة هداب، على أي حال ابقي معنا، ريثما أنتقل بسؤالي إلى الدكتور أو الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، وينضم إلينا من تركيا عبر سكايب. أهلا بك دكتور مصطفى. يعني في البداية، الكاظمي في تركيا وفي هذا الوقت بالذات، لماذا برأيك وهل جاءت هذه الزيارة متأخرة؟ تفضل أستاذ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أولا أنا لا أحمل شهادة الدكتورة. يعني الكاظمي وصل إلى أنقرة متأخرا جدا، وهو في الحقيقة هذه الزيارة هي زيارة مجاملة وزيارة رفع عتب، لأنه ليس لدى رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء ما يقدمه إلى الجانب التركي، وهو أيضا يعني هي حكومته حكومة تكاد تلفظ أنفاسها الأخيرة، لأن المتبقي من عمرها هو بضعة أشهر، هذا إذا استمرت فعلا إلى موعد الانتخابات المزمع إجراؤها في حزيران يونيو المقبل. وبالتالي أي اتفاق يمكن أن يعقده لا يمكن أن يجد له صدى، لا على صعيد الاتفاقيات الأمنية ولا على صعيد الاتفاقيات السياسية ولا على صعيد أي اتفاق استراتيجي مع تركيا، فهو لا يمكن أن يقدم للجانب التركي أي شيء، وأنا أعتقد أن تركيا تدرك ذلك جيدا. فهذه زيارة مجاملة وعلاقات عامة لا أتفق. ابقى معي، سأعود إليك على أي حال. دكتورة هداب، يعني تحدثت الحكومة عن اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لكنها لم تذكر تفاصيل، ما هي أهمية هذه الاتفاقية وهل وضع العراق الحالي يسمح لها بتفعيل هذه الاتفاقيات، لا سيما وأن الكثير من المنافذ الحدودية خارج سيطرة الحكومة كما تعلمين؟ صحيح، نعم، يعني عموما اتفاقية الازدواج الضريبي أكيد يجب أن يعني أن تتم بالشكل التالي، أن تكون أنت مسيطر كدولة، أن تكون مسيطر على المنافذ الحدودية، وبالتالي تستطيع أن تعمل على تشجيع رجال الأعمال للدخول إلى البلد، وكذلك تجنبهم من فرض الضريبة الازدواجية من يعني من قبل الطرفين سواء العراق أو تركيا.
لنفس الشخص الداخل قد تقع عليه مرتين ضريبة تفرض عليه. وبالتالي هذا المقصود بشكل مبسط معنى يعني الازدواج الضريبي. لا. تفعيل هذه الاتفاقية يعني الآن يعني من الصعب جدا، لأن احنا أساسا يعني لا نمتلك مقومات السيطرة الاقتصادية على كل منابع الاقتصاد ومنافذه، وبالتالي سوف لن تجدي نفعا هذه الاتفاقية إذ لم يكن هنالك خطوة أولية وأساسية في السيطرة على المنافذ الحدودية حتى يتم تطبيق هذه الاتفاقية وبالتالي تصبح شيئا ناجئا. نعم. في سؤالي الجديد إليك أستاذ مصطفى كامل، وأنت رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، يعني الحكومة في سياق حديث رئيسها عن موقف العراق الرافض للهجمات توعدت بمنعها، أي الهجمات. كيف ستتعامل الحكومة مع البيكيكي وهي التي تربطها علاقات وثيقة بميليشيا الحشد؟ وهناك نواب اتهموا الحكومة بتمويل حزب العمال الكردستاني. تفضل. يعني موضوع تمويل بغداد بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق عام 2003 لعصابات الإرهاب التابعة لحزب العمال الكردستاني الموصوف بالإرهاب ليس في أنقرة وحدها، لكن في الاتحاد الأوروبي وفي الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى من العالم. هذه حقيقة لا يمكن تجاهلها. الجميع رأى في سنوات سابقة مقرات رسمية، يعني أقصد مقرات علنية عفوا، لهذا الحزب الإرهابي في كركوك وفي السليمانية وفي سنجار وفي أماكن أخرى من العراق. والجميع يعلم أيضا أن هناك تمويلا ورواتبا تدفع من جانب السلطة في بغداد لهذه الميليشيات الإرهابية. والحقيقة أن العراق الحالي لا يمكنه أن يقدم إلى الجانب التركي أي جهد في مسألة حفظ الأمن على الحدود. يعني هو لا يستطيع أن يحافظ على الأمن في بغداد، بل أن المنطقة الخضراء يعني تتلقى هجمات صاروخية من محيطها القريب جدا، وبالتالي هذه ولم تتوقف هذه الهجمات. هذه نقطة بالغة الأهمية، أن هذه الهجمات التي توقفت خلال الفترة القليلة الماضية لم تتوقف بجهد أمني عراقي أو استخباري عراقي أو جهد حكومي عراقي، وإنما توقفت بناء على الإملاءات الإيرانية التي صدرت إلى أذرعها في العراق، وأوقفت الإملاءات هذه الإيرانية أوقفت هجمات عملائها في العراق ضد السفارة الأمريكية أو المواقع الأخرى في العراق. وبالتالي فحكومة الكاظمي أو سلطة الكاظمي بالأحرى لا تستطيع أن تقدم الأمن للجارة تركيا. ستبقى هذه المنطقة في شمال العراق سواء في سنجار أو محيطها أو في جبل قنديل أو أماكن أخرى، ربما ستبقى مصدرا لتصدير الإرهاب والفتن إلى تركيا. والجميع يعلم أن تركيا يعني خلال فترة العهد الوطني لغاية عام 1991 لم تشهد هجمات انطلاقا من الأراضي العراقية، لأن العراق والسلطة المركزية فيه يعني كانت الدولة تبسط سلطتها المركزية على جميع الأراضي العراقية، وبالتالي كانت تؤمن الحل العراق وتؤمن الحماية لجيران العراق، وأعني هنا في هذا المجال تركيا تحديدا، وطبعا لجيران العراق في الدول في الجهات الجغرافية الأخرى. ابقى معي أستاذ مصطفى. ابقى معي لضيق الوقت، سأعود إليك بسؤال أخير أستاذ مصطفى كامل. دعني أعود الآن إلى دكتورة هداب. يعني دكتورة، هناك من تحدث أن تغيير الحكومات بشكل سريع جعل تركيا في موضع حيرة بطريقة التعامل. إذا كان الأمر كذلك، هل هناك جدوى إذن من وعود الحكومة بحلحلة المسائل مع أنقرة، أي المسائل العالقة؟ تفضلي. نعم، يعني أكيد تغيير الحكومات كان فد مشكلة أكيد بالنسبة إلى تركيا، يعني وبالتالي يعني أي أزمة تحدث في العراق والأزمات التي حدثت في العراق بكل أشكالها وأنواعها سواء سياسية أو الحروب أو إلى آخره، بالتأكيد يعني تلقي بظلالها على الجارة تركيا. وبالتالي هذا يعني يقودنا أيضا إلى أن المشاكل التي نحن نمر بها في العراق
نظام سياسي واقتصادي بالتأكيد يلقي تبعاته على أنه يعطي حيرة لتركيا في كيفية التعامل. ولكن يعني يمكن أريد بها الآن حلحلة بعض الملفات أو قيام بزيارة، لا أعتقد أنه هذه الزيارة ستكون مجدية نفعا الآن في هذه الفترة القصيرة، نحن في نهاية عام وبالتالي مقبلين على انتخابات جديدة. ولكن مع هذا يعني نحاول أنه يعني أو يحاول العراق أن يفسر أو يوضح بعض الملفات التي كنت أنا في صددها أول شيء في البداية، واللي هي من ضمنها كانت مشكلة المياه، الأمن المائي وإلى آخره، الربط السككي، وبالتالي هي هذه كل جزء من السلام المستدام حتى أن تستطيع أن تحقق يعني الاستقرار إلى البلد. نعم. على أي حال سأعود إليك بسؤال أخير دكتورة هدى، ابقي معنا. الآن أعود إليك بالسؤال الأخير أستاذ مصطفى، يعني في ظل التوتر الحاصل شمال العراق بين سلطات كردستان العراق والبيكيكي، هل تتوقع دورا تركيا أكبر في المرحلة المقبلة مثلا لإنهاء خطر هذه الميليشيا؟ يعني السلطات في تركيا تدرك جيدا أن السلطات في بغداد لا يمكن أن تحقق الأمن لها ولا يمكن أن تضبط الحدود، ولذلك فهي تعمد بين حين وآخر كلما توفرت لديها المعلومات الاستخبارية اللازمة والموارد اللوجستية الضرورية تعمد إلى شن هجمات على مواقع التنظيم الإرهابي في شمال العراق، سواء في سنجار أو في غيرها وفي جبل قنديل أو في محيطه، وربما حتى في مناطق أبعد من الشريط الحدودي، لأن تركيا تدرك ذلك، تدرك أن عدم قدرة هذه السلطة في بغداد، يعني هذه السلطة أو رئيس هذه السلطة الذي يسمى القائد العام للقوات المسلحة ديست صوره بالأحذية من قبل عناصر تنتمي إلى قواته المسلحة التي يفترض أن تأتمر بأمره، ولم يفعل شيئا بل أطلق سراح الجهات الإرهابية التي كان قد اعتقلها وديست صوره بناء على اعتقاله لها. يعني الجميع يدرك، أنا أعتقد أن الجميع يدرك الآن أن هذه السلطة فاقدة للقدرات وفاقدة للسيادة وفاقدة، العراق فاقد للاستقلال تماما، محتل بالكامل من الجانب الإيراني، بصرف النظر عن كل الادعاءات التي تقال في مجال سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه وإلى آخر هذه الشعارات التي يعرف مطلقوها أنها غير حقيقية. وبالتالي يعني أنا أكرر وأؤكد على أن السلطة في بغداد لا يمكن أن تؤمن نفسها، فكيف تؤمن حدودها البعيدة؟ لا تؤمن نفسها في بغداد، فكيف تؤمن نفسها أو حدودها البعيدة مع شمال العراق، مع تركيا عفوا، بين شمال العراق وتركيا؟ الهجمات الإرهابية أنا أعتقد ستستمر، إيواء الإرهابيين سيستمر، والجميع يعرف أن هذه السلطة الإرهابية في بغداد تستخدم أحيانا هذا التنظيم الإرهابي في إطار ابتزاز تركيا وليس في إطار العجز فقط عن يعني مكافحته، وإنما هي تستخدمه فعليا، وقد استخدمت هذا التنظيم الإرهابي سابقا في عهد المالكي وفي عهد عبد المهدي وحيدر العبادي أيضا بشكل أو بآخر ضد تركيا، ووسيلة للابتزاز. ولا يمكن أن تقدم بغداد أي وعود حقيقية وتنفذها. هذه الوعود التي قدمها الكاظمي لأركان الحكومة التركية لا يمكن أن تفئي بها سلطة بغداد، ولا يمكن لتركيا أن تقتنع بها. من تركيا كنت معنا عبر سكايب رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، شكرا جزيلا لك. بعجالة أنتقل إليك الآن دكتورة هداب الكوبيسي، كيف تقيمين العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المشتركة التي أقامتها الحكومات المتعاقبة وصولا إلى حكومة الكاظمي؟ هل عادت بأثر نفعي على الشعب العراقي؟ تفضلي. إلى حد الآن يعني الاتفاقيات التي عقدت إذا راجعناها نجد أن أغلبها لم يتم تفعيلها، وبالتالي يعني لم تجدي نفعا بعض هذه كثير من هذه الاتفاقيات. ولكن المهم أنه الذهاب إلى النقاش في مثل هذه الأمور التي هي
كيفية المحافظة على الأنبوب النفطي بين كركوك وجيهان، كيفية وضع خطة شاملة لتنظيم مجرى المياه، وبالتالي كيفية تفعيل السياسات المالية والنقدية ما بين الدولتين، لأن هنالك على الأساس فتح للبنك التركي في العراق فروع له، وبالتالي يجب أن يصار ذلك إلى استقرار في السياسة المالية والنقدية العراقية حتى يمكن أن تتم الاتفاقيات تفعيلها، وبالتالي تصبح ناجعة هذه عند الأخذ بكل مجريات هذه الأمور، وبالتالي حتى يتم القضاء على المشاكل السياسية والاقتصادية، ولكن الآن لا يمكن تطبيق هذا كله في هذه الفترة القصيرة. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية والدولية دكتورة هدى فالح الكوبيسي، شكرا جزيلا لك.